أهلا بكم مشاهدينا الكرام من كل مكان في برنامجكم الجديد ساعة في الاقتصاد. حديثنا اليوم في موضوعنا الأول عن التقرير الربعي للميزانية عام 2018، الوقت أفضل أو تعيش المملكة هذا الوقت أفضل حالاتها من حيث الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل اقتصاد المملكة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط تقدما ملحوظا في أداء ميزانية الدولة للربع الثالث وتحديدا في الإيرادات وضبط المصروفات، مما يترجم سير الرؤية على خطى واضحة وسليمة. نشاهد معكم تفاصيل أكثر حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث في التقرير التالي. كشفت وزارة المالية عن نتائج الميزانية العامة للربع الثالث من العام الحالي، حيث تجمع النتائج تحقيق إجمالي إيرادات خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري ب 663 مليار ريال، ومصروفات بنحو 712 مليار ريال، مع تحقيق العجز في الميزانية والذي بلغ نحو 49 مليار ريال. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الانخفاض الملحوظ في عجز الميزانية خلال الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للميزانية، وواصلت الإيرادات غير النفطية للمملكة ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل خلال 9 أشهر الماضية 211 مليار ريال مقابل 142 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2017، أي أن هناك ارتفاع بقيمة تقدر بنحو 69 مليار ريال بنحو 48%. ويأتي الارتفاع المتواصل للإيرادات غير النفطية نتيجة للإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في العامين الماضيين، والتي بدأت تؤتي ثمارها مع السير في تطبيق برنامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث واصلت مؤشرات الاقتصاد غير النفطي في الصعود بشكل ملحوظ، وهو ما قوبل بالإشادة من العديد من المؤسسات الدولية والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السعودية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، والحديث أكثر عن أداء الميزانية للربع الثالث معي الدكتور سعود مطير الخبير والمحلل الاقتصادي، وعندنا عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية وبمجلس الغرفة السعودية المستشار إبراهيم بن ناظر. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم. أولا نبدأ بالدكتور سعود مطير، ما رح نقول بأكبر سن ولكن نبدأ على اليمين. كيف تقرأ يعني أداء الربع الثالث وأداء الميزانية بشكل عام خلال العام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا شك الميزانية وتصاعدها ربعا بعد ربع، يعني خلينا أول نبدأ اللي كان مخطط، الميزانية المخططة في ديسمبر 2017 كان المخطط أن تكون الإيرادات بحدود 778 تقريبا، والنفقات حوالي 978 بعجز حوالي 194. عندما تريد أن ترى كيف التقدم وكيف الإنجاز تقارن ما تم فعلا بالمخطط، يعني يكون عجز عندك 194، حتى الآن العجز عندنا يقترب من 49 مليار وبقي ربع واحد، مما يعني أننا فعلا قلصنا العجز ب يعني نسبة عالية من جهة، وأيضا أن الإنفاق يعني لم نقلص النفقات بل استمرينا على نفس النمط، والإيرادات سواء النفطية أو غير النفطية تحسنت كثيرا في عام 2018، مما جعل الحكومة تعيد النظر في النظرة التمهيدية اللي وضعت لميزانية عام 2018 و2019 بزيادة الإيرادات المتوقعة. كان الإيرادات يتوقع أن تكون 778 تقريبا، الآن ازدادت إلى 878، جاءت حوالي 100 مليار. وأيضا النفقات كان مخططا لها أن يكون حوالي 978، بعد يعني عادة النظر ربما تصل النفقات إلى ما يتجاوز تريليون و30 مليار. أستاذ إبراهيم، الأداء الربع الثالث يعني صار 233 مليار أو أكثر بقليل، بزيادة 57، مسجل ارتفاع 57% عن العام الماضي، كيف تقرأ هذه الزيادة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة بداية اسمح لي أن أتطرق إلى عوامل النمو ومحركات النمو في ميزانية 2018.
هناك عدة طبعا عوامل. أول عامل هو الإصلاحات الهيكلية اللي تمت على الاقتصاد السعودي حسب رؤية حسب تحقيق رؤية 2030. العامل الثاني هذه كمقدمات يعني عشان ليش نعرف ليش النمو بدأ في عام 2018. نعم. يعني يتحرك 2017 كما نعلم جميعا أنه كان النمو فيها بالسالب. نعم. وإن شاء الله حسب تقرير صندوق النقد الدولي. نعم. أنه 2018 حيكون معدل النمو في الجي دي بي حوالي 2.1 يعني 2.1 في العشرة. نعم. هذا يعني تحول من انكماش إلى ازدهار أو فالعامل الأول قلت الإصلاحات الهيكلية وأنها بدأت تأتي أكلها. طبعا أي إصلاحات هيكلية في أي اقتصاد لها دائما تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية، وكانت التأثيرات السلبية الحقيقة في 2017 ظاهرة. الآن بدأ عملية التحول إلى الازدهار. العامل الثاني اللي هو يعني ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت أسعار النفط في خلال العام هذا إلى حوالي 75 دولار للبرميل، وهذا عامل نمو مشجع في الميزانية وأدى إلى زيادة النفقات البترولية وكذلك طبعا النفقات البترولية سوف نأتي لها لاحقا. الشيء الثاني اللي هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ازدادت ووصلت إلى الآن في تقديرات طبعا بين 18 مليار دولار إلى 21 مليار دولار. العامل الثالث أو الرابع اللي هو توجيه الحقيقة المشاريع الاقتصادية إلى مشاريع تنموية، يعني التركيز على المشاريع التنموية سواء في البنية الأساسية أو في مشاريع الميجا بروجكت زي نيوم والقدية وغيرها. أنا أقرأ هذا التقرير الربع إنه الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية بدأت تأتي أكلها. نعم. وبالتالي هناك زيادة واضحة في الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وفي انخفاض العجز المالي للميزانية خلال مقارنة الفترة 2017 بالربع الثالث في 2018. هذا قراءتي طبعا للموضوع. الإيرادات غير النفطية دكتور في الربع الثالث 69 مليار، تجاوز 69 مليار، يعني المجموع لحد الآن 211 مليار. دائما احنا يعني في الآونة الأخيرة نبحث كثيرا عن يعني نمو الإيرادات غير النفطية، كيف ترى يعني هذا الزيادة وصلت يعني نسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، كيف تقرأ هذه الزيادة؟ طبعا أول بس إذا سمحت لي أريد أؤكد على موضوعنا هو موضوع الميزانية وما يرتبط بها ويعني وليس نمو الاقتصاد. نعم. يعني الجي دي بي و الناتج المحلي الإجمالي سواء كان نفطي أو غير نفطي. نعم. إذا أردتم أن نطرق له في نهاية الحلقة هذا أمر ممكن جدا، لكن المحور الأساسي هو مرتبط بنفقات الميزانية وإيرادات الميزانية. نعم. الإيرادات الميزانية تقسم إلى قسمين، إيرادات نفطية وإيرادات غير نفطية. نعم. الإيرادات النفطية بعض أو في الغالب أننا لا نستطيع التحكم بها لأنها تخضع للعرض والطلب العالمي. نعم. وبالتالي يكون في تقلبات حادة، ولهذا عانينا في فترات طويلة من التقلبات الحادة في إيرادات الميزانية إلى درجة أنه يصعب التقدير للإيرادات. الآن بدأ يكون عندنا إيرادات غير نفطية تشكل حوالي أكثر من 30%. ممتاز. وهذا لا شك أنها قفزة هائلة وتطور في الميزانية، نستطيع الآن أننا نخطط وكل سنة الإيرادات غير عليها. الإيرادات غير النفطية. نعم. يفترض أنها تنمو سنة بعد أخرى. نعم. لو أخذنا الربع الأول، الربع الأول الإيرادات غير النفطية 52 مليار. الربع الثاني بلغت الإيرادات غير النفطية 89 مليار. مليار. رقم. نعم. كبير جدا. نعم. ثم بعد ذلك الربع الثالث بلغت 69 مليار. نعم. هذه الأرقام طبعا الربع الأول قد يقول قائل لماذا هو منخفض. طبعا الربع الأول بدأنا في تطبيق القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، وصولها إلى خزانة الدولة يأخذ وقت، فقد يكون لم يصل إلى خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة والانتقائية إلا بعد دخول الربع الثاني. فصار الربع الثاني تعتبر إيراداته غير نفطية ضخمة جدا، لكن المقياس اللي هو الربع الثالث قد يعتبر مقياس عادل 69، ربما أن نبني عليه الربع الرابع. نعم. أو يزيد بعض الشيء بحكم أن الربع الرابع يكون نهاية. نعم. تحصيل. نعم. فقد نتوقع أن الربع الرابع يصل إلى حدود 75 إلى 80. نعم. إذا أخذنا تقديرات الميزانية
الميزانية قدروا أن تكون الإيرادات غير النفطية تصل إلى حوالي 293. نعم. هل نحن قريبين من هذا الرقم؟ نعم، إن الآن وصلنا حوالي 211. نعم. إذا أضفنا لها حدود 80 أو 75 كن قريبين لهذا الرقم. إذا قارنا هذا الرقم بتوقعات صندوق النقد الدولي وهو أن تكون الإيرادات مع نهاية هذا العام 260، نكون نعم حققنا رقم وزيادة. فبالتالي النمو اللي جالس يحصل بالإيرادات غير النفطية لا شك أنه يعطي نوع من الطمأنينة، نوع من الثقة بالتخطيط السليم للميزانية بالفترات القادمة، لا سيما أن الإيرادات غير النفطية ستنمو بمعدلات كبيرة عندما تزيد المحفظة المالية لصندوق الاستثمارات العامة. صندوق الاستثمارات العامة سيكون رافض قوي للميزانية من خلال ما يحققه من أرباح بشكل مستمر. الآن صندوق الاستثمارات العامة كان قبل فترة 150، الآن 360، وقد يصل مع نهاية العام إلى 400. ونلاحظ أننا بهذا الرقم نكون قد حققنا ما خططنا له ضمن برنامج التحول الوطني اللي هو 2020 أن يبلغ 400، لأن ممكن نبلغها مع نهاية العام. فمع إذن إذا كلما ازدادت محفظة صندوق الاستثمارات العامة كلما نمت أرباحه، وبالتالي حتدفق هذه الأرباح لمصلحة الميزانية، فيكون مصدر تمويلي يعني يحل بديل للبترول في الفترة القادمة. سنستمر بالحديث عن الغير النفطية أستاذ إبراهيم. نتحدث الآن عن ماذا اعتمدت الغير النفطية في إيراداتها. طيب، حقيقة أنا رأيي طبعا أنه لا يمكن فصل الميزانية عن النشاط الاقتصادي في أي دولة كانت. أكيد. والميزانية ما هي إلا يعني ما هي إلا تحقيق للنشاط الاقتصادي في أي دولة كانت في الأخير. طبعا القطاعات اللي في القطاع الخاص، عدة قطاعات هي مصدر نمو هذا الزيادة في الإيرادات غير النفطية. نأتي في مقدمتها في اعتقادي النشاط الذي تم في قطاع الإسكان والتشييد، حيث عقدت وزارة الإسكان عدة اتفاقيات مع المقاولين لتشييد هذا أو لزيادة هذا القطاع. القطاع الثاني اللي مهم جدا في وسبب من أسباب زيادة الإيرادات غير النفطية، طبعا هنا لا شك إنه ضريبة القيمة المضافة كان لها دور كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية. بنسبة كم تقريبا؟ بنسبة حسب ما ذكر التقرير أظن 21%. 21%. لكن الانتقائية قد تصل 45%. مع الانتقائية. مع الانتقائية تصل إلى 45%. نعم. الموضوع الثاني، القطاع الثاني هو قطاع الحقيقة قطاع النقل. نعم. كان له دور. قطاع الاتصالات. نعم. وتقنية المعلومات له دور. وأهم قطاع أقوى وأكبر في زيادة الإيرادات غير النفطية سوف يكون قطاع التعدين. هو الأقوى والأكبر وهو القادر على عمل صناعات الصناعات أو تنمية الصناعات التحويلية في 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 القطاع الخاص. نعم. لأنه كل بقول كلمة، كل القطاع، كل التنمية في الغالب تأتي من القطاع الخاص. الإيرادات غير النفطية تأتي من تنمية القطاع ونمو القطاع الخاص. نعم. إيرادات النفطية دكتور تجاوزت في الربع الثالث 153 مليار بزيادة يعني نسبة الارتفاع 45%، 63% عن العام الماضي. كيف قراءتك لسوق البترولي بشكل عام هذه السنة؟ طبعا البترول في عام 2018 كما نعلم وصل تجاوز $80 لسعر البرميل. نعم. ولو أخذنا كمتوسط على مدار السنة ربما يصل بحدود $73، مما يعني أن الأسعار في البترول في هذه السنة أعلى بكثير من العام الماضي. أكيد. ومن اللي قبله. فطبيعي أن الإيرادات النفطية تتحسن، وكما قلت أن الإيرادات النفطية تحسنها ليس بيدنا وإنما بيد السوق العالمية العرض. نعم. والطلب. أيضا عملية الإصلاحات اللي صارت في رفع أسعار البنزين هذا له دور أيضا في عملية زيادة الإيرادات النفطية. عندنا موضوع أيضا الإيرادات النفطية قد تستقر أو تنمو بعض الشيء في عام 2019 وفقا لتوقعات الأسعار، لا سيما أن المملكة العربية السعودية كما نعلم عندها طاقة إنتاجية فائضة تصل إلى مليون ونصف برميل يوميا. ربما هذه إذا مع يعني تنفيذ
الحظر التجاري على إيران ربما تحتاج السوق النفطية أن المملكة تزيد إنتاجها وتصديرها بهذا المقدار، وبالتالي ممكن أن الإيرادات النفطية تزيد لسببين: لارتفاع الأسعار من جهة وارتفاع الصادرات من جهة أخرى. أكرر مرة أخرى، الاقتصاد طبعا لا شك أن الميزانية تعتبر جزء من الاقتصاد، والنفقات الحكومية والإنفاق الحكومي يعتبر أحد مكونات الطلب الكلي في الاقتصاد. لكن لما نجي نتكلم عن مثلا الإيرادات غير النفطية تختلف تماما عن القطاع غير النفطي. القطاع النفطي لا شك أنه يعتبر أحد أركان الرؤية 2030، والهدف أن يتحسن نمو الإيراد القطاع غير النفطي ليصل إلى ما فوق 60% مقارنة بالقطاع النفطي. هذا لأجل أن نكون اقتصاد متنوع من عدة قطاعات مختلفة، سواء قطاع التعدين، قطاع الصناعات العسكرية، الخدمات اللوجستية، البتروكيميكال، البلاستيك، كل هذه مخطط لها أن تكون رافدا قويا للاقتصاد الوطني. لكن ماذا يعود إيرادات غير نفطية؟ الإيرادات غير النفطية ممكن تقسيمها إلى ضريبة الانتقائية والضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وأيضا الرسوم الوافدين ويعني الرسوم اللي تفرض يعني المخالفات المرورية. الخدمات اللوجستية أيضا صارت يعني مثل النقل والخدمات اللوجستية بشكل عام صار لها قطاع كبير جدا بجد. وأصبحت رافد قوي. هذه أحد مكونات الاقتصاد غير النفطي، ولكن ليس لها علاقة بالميزانية. يعني ليست مثل ترد للميزانية كإيرادات. الميزانية محصورة ما هي المبالغ اللي تدفق إلى ميزانية الدولة هي بشكل مباشر بشكل غير نفطية. أما تطور الاقتصاد غير النفطي ممكن أن نعقد حلقة طويلة كاملة، ولا شك في تحسنات كبيرة جدا في الاقتصاد السعودي خاصة غير النفطي. الإيرادات النفطية بنتابع فيها 452 مليار لحد الآن، بارتفاع بنسبة 47% عن العام الماضي. صحيح. كيف تتوقع الربع الأخير؟ هل بيكون مستقر نفس اللي راح أو بيكون أقل؟ والله يعتمد يعني زي ما قال الدكتور على السوق وعلى عوامل العرض والطلب. وطبعا البترول كما نعلم جميعا أنه مادة أو حساس لبعض الأحداث السياسية، فهو تأثر بها طبعا. لكن كل التحليلات تشير إلى الزيادة. ليه؟ زي ما قال الدكتور سعود أنه الحظر أو على الواردات أو الصادرات الإيرانية قد يزيد في أسعار البترول. هو الآن حدود 75 الآن دولار للبرميل بلس أور ماينس، لكن أنا أتوقع زيادتها بنسبة جيدة. النفقات يا دكتور 230 مليار مسجل يعني ارتفاع بنسبة 21%. المفترض احنا بدينا نعتمد على القطاع الخاص شوي، المفروض ان تقل النفقات، ولا ايش رايك؟ لا ما زلنا يعني الاول الانفاق الحكومي حيستمر بزيادة الانفاق لأجل تحريك القطاع الخاص. يعني الحوافز اللي تتقدم للقطاع الخاص هي جزء من النفقات الحكومية. الانفاق على ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة هو لدعم وتحفيز القطاع الخاص. ففي نفقات حتدفع وفق البرنامج التحول الوطني لأجل إنعاش القطاع الخاص وجعله فعلا يستطيع أن في الفترة القادمة أن يقود القافلة. كما نعلم الإنفاق الحكومي أو الحكومة قادت الاقتصاد لسنوات عديدة. الآن جاء دور القطاع الخاص، لكن يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يستطيع أن يقوم بهذا الشكل. في عندي نقطة مهمة على طاري أنت ذكرت الإنفاق 230 لهذا الربع يعتبر كبير، لكن بقول لك حاجة: الإنفاق في الربع الرابع في هذه السنة ربما يكون رقم يتجاوز 300 مليار، ربما أن يصل إلى 318. ما هو الدليل؟ الدليل أن الميزانية التمهيدية التي أعلن عنها أن النفقات ستكون بحدود مليار ويمكن 30 أو 38، عفوا تريليون و30 مليار. كم الآن ما تم إنفاقه؟ اللي تم إنفاقه الآن بحدود يمكن 700 أو 700 وكسر. فيبقى عندنا حوالي 318 لم تنفق بعد. فقد يكون هذا الربع فعلا الأخير، الربع الأخير النفقات الحكومية كبيرة، قد يكون فيه مشروعات ضخمة، وبالتالي ربما يتحرك الاقتصاد بوتيرة أعلى
من ما كان سابق، لأن إنفاق 318 إذا أنفقت بكاملها هتكون محرك قوي جدا للاقتصاد. حد الآن يعني نفقات 712 712 وأنت تقول بتزيد 300 مليار، يعني بتتجاوز وفقا يعني للبيان تريليون النفقات، وفقا للبيان التمهيدي لميزانية 2019. نعم. النفقات ربما تصل إلى تريليون وثلاثين. الفرق كم؟ الفرق بين النفقات اللي ذكرتها 712 لحد الآن، اي نقصها من حوالي تريليون يعني 200 لا 300 يعني 290 تقريبا اذا حسبناها بالدقة، 318 تقريبا بالدقة بالرقم. ما رأيك دكتور يا أستاذ إبراهيم في النفقات؟ هل سنستمر بهذا الوضع؟ النفقات قصدك النفقات العالية، أيوة. أولاً يعني زيادة 21% زيادة. أولاً خلينا نتعرض للتقرير نفسه. التقرير حقيقة حمل كثير من المؤشرات الإيجابية. أولاً في التقرير تلمس كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الميزانية. تلاحظ كذلك أنه بند التعويضات للعاملين اللي هو بند الأجور والرواتب كان في الميزانية السابقة يشكل أكثر من 50% تروح للرواتب والأجور. هذه الميزانية أقل من 50% في حدود 49%. هذا دليل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي. وكذلك تلاحظ في باب السلع والخدمات أنه ارتفعت الخدمات، هذا يدل على أنه هناك في صرف على مشاريع منتقاة لزيادة التنموية، المشاريع التنموية والرأسمالية الاستثمارية. هذا كلها مؤشرات جيدة طبعا، لكن في نقطة يجب يعني نتأكد أنه لولا نمو القطاع الخاص لا يمكن للميزانية أنها تحقق إيرادات زيادة، لأنه إذا نمو نمو القطاع الخاص يؤدي إلى زيادة الدولة في دخلها للميزانية العامة للدولة عن طريق الضرائب وعن طريق الرسوم. فهناك ربط، أنا أكد على أن هناك لا يمكن أن تنمو ميزانية وتكون جيدة ما لم يكون القطاع الخاص جيد. والقطاع الخاص حسب رؤية 2030 أنه يرتفع الدخل من 40 حاليا إلى 65% باي 2030. بنتكلم أكثر عن القطاع الخاص، ولكن بعد ما نشاهد معكم الأرقام أداء الميزانية في الربع الثالث ثم نعود لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونعود لضيفي في الاستوديو الدكتور سعود مطير والأستاذ إبراهيم بن ناظر. أهلا بكم مرة ثانية. خلونا نتكلم شوية عن القطاع الخاص. هنالك ارتفاع كما تحدثنا قبل شوية في النفقات وهو لتحريك القطاع الخاص.
هل قراءتكم للقطاع الخاص هل في نمو وتحرك له ولا يعني تحرك بطيء جدا؟ دكتور نبدأ فيك. طبعا بالنسبة للقطاع الخاص هو كما قلت قبل قليل يعتبر يعني هدف من أهداف الرؤية 2030 أن القطاع الخاص ينمو بقوة ويستحوذ على حوالي 65% من الاقتصاد الوطني. نعم. ويكون القطاع النفطي 35. فكل الرؤية 2030 تدور حول القطاع الخاص. نعم. وشراكته مع القطاع الحكومي. نعم. إذا لن تنجح الرؤية، لابد القطاع الخاص فعلا أن يقوم بما خطط له وأعطي حوافز ودعم مالي. عندنا شوف القطاع الخاص مثلا عندك المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة الآن في اهتمام كبير فيها، يعني هي الآن تشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي والمخطط لها أن تصل إلى 35. هناك تركيز كبير على المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة وعلى ريادات الأعمال، لأن ريادات الأعمال بالفترة القادمة هي مصدر القوة الاقتصادية. لو أخذنا على سبيل المثال 50% من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على ريادة الأعمال، 70% 60% الاقتصاد الصيني. نعم. 70% هونغ كونغ. فريادة الأعمال اللي تشكل أحد روافد القطاع الخاص المهمة في تركيز كبير عليها من قبل المملكة العربية السعودية. أكيد. وفي دعم سواء دعم مالي أو يعني تدريب وتأهيل لأجل أن يكون عندنا بالفترة القادمة حاضنات الأعمال. على سبيل نعم. المثال مدينة الملك عبد العزيز أطلق مهنتك. نعم. في يعني جهود كبيرة جدا لأجل النهوض بالقطاع الخاص والحوافز اللي أعلن عنها بأكثر من 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص. نعم. كحزمة أولى. فالحكومة سوف فعلا تقوي القطاع الخاص من زوايا متعددة. أيضا لا ننسى موضوع الخصخصة، سيستفيد القطاع الخاص من خصخصة القطاعات الحكومية. سيكون له مجال ودور كبير في هذا. سيستفيد أيضا من قدوم المستثمر الأجنبي، سيكتسب الخبرة، سيكتسب التقنية اللي يحضرها المستثمر الأجنبي. فأتصور أنه لابد أن يحقق معدلات النمو تتمشى مع مرئيات الرؤية 2030. هل دخول المستثمر الأجنبي سيحرك القطاع الخاص ويرفع من إيراداته بشكل جيد؟ يعني نفقاتنا تذهب بشكل جيد وينمو بسرعة؟ لا شك أنه الاستثمارات الأجنبية إذا أحسن انتقائها، يعني ما نبقى مثلا الاستثمارات تجي في قطاع يعني في قطاع مثلا التجزئة. نبغى الاستثمارات تجيب معاها رساميل ضخمة وتأتي بتقنيات جديدة في مجال التعدين، في مجال الاي تي، في مجال الاتصالات. هذه الاستثمارات إذا أتت وفتح لها الباب سوف يعني تزيد من المساهمة في الاقتصاد الوطني. نعم. وسوف ينمو ولا شك هذا، يعني ما عليه غبار. نعم. لكن أنا ودي أبرهن على أهمية اللي حاصل بموجب التقرير طبعا الربعي لأداء الميزانية، إنه الإيرادات بنوعيها النفطي وغير النفطي ارتفعت، وفي نفس الوقت زاد الإنفاق الاستثماري والإنفاق التشغيلي في الميزانية. إيش يدل هذا؟ يدل على إنه يعني دليل واضح على أن الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية وبرنامج تحقيق التوازن المالي بدأت تأتي فعاليتها حسب الرؤية. نعم. هذا يعني 2018 في رأيي الشخصي أنا أعتبرها نقطة تحول من الانكماش إلى الازدهار. بدون القطاع الخاص، وأركز على ما ذكره الدكتور سعود، أهمية الاسميز اللي هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. على سبيل المثال أنا عندي بعض الإحصائيات ودي أذكرها. إحنا تشكل عدديا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموع المؤسسات عندنا والشركات حوالي 97%. لكن للأسف طبعا في دول العالم زي كما ذكر الدكتور سعود، أهم كل الاقتصادات اللي نجحت، الاقتصاديات التي نجحت كان المحور الرئيسي بنجاحها هو الاسميز، المنشآت الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال عندنا رغم أنها تشكل عدديا 97% لكن مساهمتها في الجي دي بي لا يتعدى 20%، مساهمتها في التوطين لا تتعدى 28%، في حين أغلب بلدان العالم زي كوريا الجنوبية تصل إلى 78 مساهمتها في الجي دي بي، وتوصل إلى التوطين إلى 70-80%. وهذا مو بس علينا، في كوريا الشمالية، في الاقتصاديات اللي تكلم اللي جنوبية. كانت ناشئة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية سوري.
كوريا الجنوبية في يعني طبعا زي كوريا الجنوبية، ماليزيا، تركيا، نعم. هذه كلها شكلت يعني شكلت المحور أو الجوهر الرئيسي في نمو الاقتصاديات. حنا نعم. رغم حداثة إنشاء يعني الاهتمام حقيقة كان حديث جدا نعم. عندنا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع خططنا السابقة ما عدا في الثلاث سنوات الأخيرة، وأنشئت هيئة المنشآت المتوسطة الصغيرة والمتوسطة، وهي بدأت زي ما تفضل الدكتور سعود تعطي يعني إسهامات مالية لمساعدة هذه المنشآت وحل نعم. مشاكلها الفنية والتمويلية. وودي أذكر يعني إذا حق لذكر يعني تواجه ها الوقت الوقت داهمنا أيوه. طيب إذن بلاش أذكرها، لكن هناك الحكومة وضعت 200 مليار نعم. ريال لتحفيز القطاع الخاص نعم. ممثلة في 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 هذا المبلغ نعم. على اساس ان القطاع الخاص ياخذ دوره في المساهمه في 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 في, في الاقتصاد أوكي. الوطني. محورنا الاخير عن العجز. العجز لهذا الربع 7 مليار الى حد الان 48 مليار. مقارنه بالعام الماضي 121 مليار، هناك تقليص جيد في العجز، ما قراءتك لهذا التقليص؟ بس اذا سمحت لي كلمه او جمله. طيب. طبعا موضوع الاهتمام بالقطاع الخاص أطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. نعم. هذا البرنامج برنامج ضخم جدا نعم. وقوي. تحدثنا فيه عن الحلقات نعم. كان جيد جدا. انعكاسه على القطاع الخاص. أكيد. انعكاس لأنه يدعم الصناعة. نعم. يدعم التعدين، يدعم الخدمات اللوجستية، كلها مجالات خصبة للقطاع الخاص. نعم. وسوف يسهم بزيادة حوالي أكثر من تريليون في الجي دي بي، وسيستقطب استثمارات تربو على تريليون وستمائة مليار، وسيخلق فرص وظيفية أعلى يمكن بحدود مليون ونصف. فهذا مشروع ضخم ممتاز. جدا سوف يعزز موقع القطاع الخاص. بس نتكلم عن العجز. العجز لأنه ما بقي وقت. العجز طبعا كان 7 مليار الربع هذا للتذكير. صحيح. في الربع. وكان 48 لحد الآن و 121 مقارنة بالعام الماضي. كان 7 في الربع الثاني. نعم. وسبعة تقريبا في الربع الثاني. نعم. وأربعة وثلاثين في الربع الأول. نعم. مجموعها حوالي 49 مليار تقريبا. نعم. المخطط ان العجز يكون 194 تخطيط حسب الميزانية. نعم. بعد التمهيد او الميزانية التمهيدية اللي اعلنت غير الرقم، ربما العجز ينخفض الى 128. نعم. فانخفاض العجز بشكل مستمر ولله الحمد، وهذا مدعوم بتحسن اسعار البترول من جهة وتحسن الايرادات غير النفطية من جهة اخرى، مما يعني انك فعلا تمشي بطريق صح. وإذا كنا خططنا أن التوازن المالي بيكون بعشرين 23، أتصور أن التوازن المالي ربما يحدث قبل هذا التاريخ، لا سيما إذا حافظت أسعار البترول على معدلاتها بحدود 80 و85. قراءتك على العجز؟ قراءتي عن العجز أنه يعني زي ما قلت لك، هو أقرأ العجز أنه بدأ يتقلص، وهذا على دليل على صحة الإجراءات المتخذة سواء اقتصادية أو مالية، وأنه برنامج التوازن المالي أتى يعني بدأ يحقق أكله. ممتاز، شكرا لكما. نتمنى الربع الرابع بإذن الله يكون مزدهر ونمو أكيد. أكبر لبلدنا بإذن الله، وشكرا لكما. شكرا لك. وانتقل لموضوعنا الثاني، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، حيث قضت التعديلات الجديدة باستبعاد أربعة أنشطة خدمية من القائمة. فما هي أثار تلك الخطوة على القطاعات المستهدفة، وما الذي سيضيفه الاستثمار الأجنبي عليها؟ المزيد في التقرير التالي ثم نعود لكم. أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وقضت التعديلات الجديدة باستبعاد أربعة أنشطة خدمية من قائمة الخدمات الواردة في قائمة الأنشطة المستثنى من الاستثمار الأجنبي. وتضمنت الخدمات المستبعدة من قائمة الأنشطة المستثنى من الاستثمار الأجنبي خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات سمسرة للعقار. والاقتصاد السعودي يتسم بالانفتاح والمرونة واستيعاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، وتمكين الشركات الاستثمارية الأجنبية بمزاولة هذه الأنشطة بنسبة تملك تصل إلى 100%،
سيسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة تمكن من إقامة شركات محلية وأجنبية ستنعكس إيجابا على تنافسية هذه القطاعات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستخضع للمراجعة بصفة مستمرة بهدف تقليصها لإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح محافظ الهيئة أن الخدمات التي استبعدها قرار مجلس الوزراء تتعلق بقطاعات خدمية مهمة وحيوية، ويؤكد حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مختلف المجالات. أهلا بكم، وللحديث عن إخضاع قائمة الأنشطة المستثناة معنا الدكتور عبد الوهاب القحطاني مستشار اقتصادي، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. أهلا بك. بداية نتحدث عن يعني الاستثمار الأجنبي بشكل عام وتنوع داخل السعودية، هل هو مرضي بشكل جيد؟ حقيقة بالنسبة للاستثمار الأجنبي لا يزال في طور النمو ويحتاج الكثير من المحفزات التي تشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الاقتصاد السعودي. نعم. وطبعا الشركات التي تستثمر في المملكة شركات عملاقة وكبيرة، لكن نتمنى أن يكون في هناك شركات أيضا تهتم بقطاعات أخرى في المملكة. نعم. لتنمية الاقتصاد السعودي، وأيضا بناء شراكات مع القطاع الخاص خاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم. فكما ذكر الزملاء في الاستوديو باهتمام المملكة أو الحكومة بالشركات الصغيرة والمتوسطة أمر ضروري، لأنها سوف تنقل المملكة إلى الاعتماد على القطاع الخاص. نعم. أكثر من الاعتماد على القطاع النفطي. نعم. والمحفزات بالنسبة للشركات الأجنبية بلا شك يعني جيدة، فهناك الإعفاء الضريبي والضرائب أيضا المنخفضة، وبلا شك أن من أهم المحفزات في الاقتصاد السعودي الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. وأيضا المجتمع هنا مجتمع شاب في المملكة، ويعني في مرحلة النمو ومرحلة تكوين الذات، وهذا بلا شك سوف يكون له الأثر الكبير في الاستهلاك وأيضا في العديد من الاستثمارات بالذات في مجال ريادات الأعمال. نعم. دكتور عبد الوهاب، يعني ما هي المعوقات لفرض أو للاستثمار الأجنبي؟ هل تميل لفرض مثلا يعني بعض التشريعات والقوانين، ولا في أسباب ثانية؟ حقيقة إذا نظرنا إلى الاقتصاد السعودي اقتصاد واعد واقتصاد قوي، لكن كما يعلم الجميع أننا نعيش في منطقة فيها براكين وصراعات، وهذه البراكين والصراعات المحيطة بنا تؤثر في الثقة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس في المملكة وحدها. فعندما تهدأ الأمور إن شاء الله سوف يكون هناك يعني تدفق الاستثمارات إلى المملكة في مجالات عديدة. نعم، هناك بعض المعوقات، قد تكون معوقات أنظمة وتشريعات ولوائح، و فيما يتعلق بهيكلية الاقتصاد، والآن المملكة متجهة في الاتجاه الصحيح في إعادة هيكلة بعض القطاعات. يعني ما في شك أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحاول أن تعالج التشوهات في قطاع الأعمال وأيضا في سوق العمل. نعم. لما ذلك من أثر كبير في تحفيز السعوديين وتحفيز أيضا الأجانب للقدوم بالاستثمار في المملكة. نعم. هنالك تنوع في بعض القنوات الاستثمارية للاستثمار الأجنبي داخل السعودية، كيف تقرأ هذا التنوع؟ هل سيزيد من نشاطنا التنموي الاقتصادي؟ بلا شك التنوع الاقتصادي مهم، ويجب أن نخلق مجالات وقنوات كثيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة وفي قطاع التعدين وفي قطاع
الخدمات المالية وما إلى ذلك. وبالنسبة للقطاعات التي مستبعدة من يعني الاستثمار الأجنبي مثلا قطاع التخديم، أنا أعتقد أن قد حان الوقت أن يكون هناك انفتاح للشركات أو نحو الشركات التي تستثمر في هذا المجال، لما لذلك من أهمية كبيرة في يعني خفض تكاليف العمالة القادمة من الخارج إلى المملكة، وهذا بلا شك سوف يشجع الكثير من الشركات على المشاركة الاستراتيجية في الاستثمار في هذا المجال، ويخفض التكلفة على المواطن ويزيد من الجودة. فكنت أتمنى أن يكون هذا القطاع من القطاعات التي تفتح للمستثمر الأجنبي. لدينا اتصال مع الدكتور عادل العتيبي وكيل محافظة لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار. أهلا ومرحبا بك دكتور عايد. تسمعني؟ أسمعك الله يحفظك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء نتحدث عن قرار مجلس الوزراء لاستثناء بعض يعني الشركات الأجنبية أو الاستثمار الأجنبي في الخدمات، كيف تقرأ يعني هذا الاستثناء البسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجميع يعرف أنه هناك قائمة تسمى بالقائمة المستثنى من الاستثمار الأجنبي، هذه القائمة صادرة بقرارات من المجلس الاقتصادي وتضمنت العديد من الخدمات سواء المتعلقة بالقطاع الصناعي أو بالقطاع الخدمي. نعم. واللي صدر قرار مجلس الوزراء الأخير هو باستبعاد عدد منها بناء على ما أوصت به الهيئة العامة للاستثمار مشان مجلس إدارتها وعملها مع الجهات الحكومية اللي لها علاقة بهذه الأنشطة. نعم. الآن فتح 100% الاستثمار الأجنبي للنقل، كيف تقرأ يعني الانفتاح لهذا الاستثمار بشكل كامل؟ طبعا ما في شك يعني أنه فتح هذا النشاط هو نتيجة العمل مع الشركاء من الجهات الحكومية المعنية بهذا النشاط، وهذا أصلا يأتي في الحراك الكبير اللي تشهده المملكة تنفيذا لرؤية 2030 وتحقيق مستهدفات الرؤية، بما فيها تكون المملكة من أفضل دول في التنافسية، وبما فيها على المملكة أن ترفع نسبة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي من 3.8 إلى 5.7%. وبالنسبة للي سألت أنت عنه اللي هو متعلق بالنقل، هو فتح 100% للشركات الأجنبية بشروط صراحة. هذه الشروط تمثلت في أن يكون المنشأة متواجدة في 3 أسواق دولية، وأن تكون مزاولة للنشاط الذي ترغب في مزاولته في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في بلدها. ورأس المال المطلوب لمزاولة هذا النشاط هو 10 مليون. طبعا الاستثناء تقديرا للعمل التقني اللي موجود والتطور التقني اللي يشهده العالم بما في ذلك المملكة، استثنيت من ذلك أنشطة النقل البري اللي تعتمد على تقديم الخدمة من خلال قنوات التقنية بشكل كامل. كان معنا دكتور عايض، شكرا لك. كان معنا دكتور عايض العتيبي وكيل محافظة تطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، شكرا لك. نعود لضيفي الدكتور عبد الوهاب. كيف يعني ترى الاستثمار في 100% في خدمات النقل البري؟ بلا شك الاستثمار في النقل البري من الاستثمارات الواعدة في المملكة، ولكن يجب علينا أن نأخذ بعض المعايير الاحترازية. ليس لحماية النقل الوطني، وإنما للحماية من أي سياسات قد تتخذها شركات النقل التي تحاول الدخول إلى السوق السعودية. ومن حق كل دولة أن تتخذ المعايير الاحترازية التي تحمي اقتصادها من أي يعني عبث، سواء كان عبث مقاطعة اقتصادية أو تلاعب في الاستثمار والخروج من السوق السعودية بتكاليف تؤثر على الاقتصاد الوطني. فالمعايير الاحترازية يجب أن تأخذها في الاعتبار لحماية الاقتصاد الوطني من أي عبث. نعم. استبعد في القائمة الجديدة خدمات التخديم والاستقدام، يعني لذا في طلب شديد على هذه الخدمة بالذات، كيف يعني يساهم الاستثمار الأجنبي في هذه الخدمات؟
من بإمكان الشركات الأجنبية في الدول التي نستورد منها العمالة بإمكانها أن تكون هنا في بشكل مباشر، مما يخفض التكاليف وأيضا يزيد من الجودة وسرعة الاستقدام بالنسبة للمواطنين. أنا أعتقد أن هناك فيه يعني بعض الشركات تحاول احتكار هذا المجال لتبقى الأسعار عالية وبجودة متردية، وهذا بلا شك يعني من المهددات للاقتصاد الوطني. فيجب أن نفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال، بالذات الشركات الدول التي نستورد منها عمالة مثل الفلبين وإندونيسيا وأيضا الهند وسريلانكا وما إلى ذلك. يعني يجب أن لا يبقى الاحتكار كما هو الآن، لأن الاحتكار عادة يؤثر في الجودة وأيضا يؤثر في النمو الاقتصادي في القطاع نفسه. فلو تعددت الشركات وكان أمام المواطن العديد من الخيارات لكانت الأسعار معقولة ولكانت الجودة في أحسن مستوى. لكن ما يحدث الآن أن هناك بعض الشركات الكبيرة تحاول أن تحتكر المجال هذا وتبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا المجال عن العمل في هذا المجال، بل كثير منها تكبت خسائر بسبب الاحتكار. نعم دكتور عبد الوهاب، بس كثير الشركات في هذا الجانب يعني ما قدرت تتنافس. نعرف المكاتب الاستخدام كثيرة، يعني نتكلم عنها كثيرة في هذا المجال، كلها في تكتل واحد، والتكتل هذا يعني مضر بالنسبة للاقتصاد السعودي. أنا أرى أن هناك عديد من الشركات أفلست بسبب التكتلات وبسبب عدم إدارة الاستقدام بالشكل الصحيح. نعم دكتور، هل تتوقع تقليص بعض الخدمات أو يعني الاستثمار الأجنبي في القائمة يعني الجاية بإذن الله؟ أتوقع ذلك، واحتمال أن يكون في هذا المجال، مجال التخديم. نعم شكرا دكتور عبد الوهاب القحطاني المستشار الاقتصادي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية. شكرا لك، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نصل إليكم نهاية يعني حلقة لهذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله يوم الأحد القادم. إلى اللقاء.